وسيم ستيف مصفف شعر لبناني استطاع أنه يجذب له لكثير من النجمات العرب، ونحن التقينا فيه بدبي وعرفنا منه أسرار The Perfect and Glowy Hair الخاص بالفنانات. بعد حوالي 17 سنة من تصفيف الشعر، استطاع مصفف الشعر وسيم ستيف انه يصنع ستايل خاص فيه، وقدر يجذب كتير من سيدات العالم العربي. كل بيحب يهتم بشعره، الكل بده يكون على الموضة، والكل بده يكون شو اللون الجديد اللي طالع، فكلياتهم بيهتموا بشعره. هلا بيختلف من بلد للتاني نوعية الشعر، بس ما بيمنع انه نحن نقدر نطبق الموضة على كل شعر. انتقاله من بيروت إلى عدد من البلدان ووصولاً لدبي فتح له المجال لتعامل أوسع مع أهم نجمات العرب، وقدر يوصل للعالمية. أكيد كل واحد بهمه يشتغل للفنانين، لأنه بيوصلوا له إذا بدك المسج تبعه أكتر، إذا في شي تسريحة معينة أو اشتغل شي حلو. كذا تجربة بدبي بالذات، ودبي تعرف أنت وجهها لكل العالم، صار عندي تعامل مع كذا حدا ومنهم شارلستون. ما في ديفرنت بالتعامل، بس اتس اكثر الاجانب عارف حالك وين رايح. اذا بدي اعدد لك، اشتغلت مع الكل، يعني اشتغلت مع نانسي، اشتغلت مع هيفا، اشتغلت مع شيرين، اشتغلت مع اصاله. انا قصيت لها لاصاله، انطلب مني اقصر اكثر، اكيد مش مثل شيرين، بس كان مطلوب مني اقصر اكثر. بس الحمد لله انا بالنسبه لي راضيين على النتيجه اللي طلعت. توقيع وسيم ستيف طبعت أشهر أغلفة مجلات الموضة، وآخرها غلاف مجلة فوغ عربية التي تصدرتها النجمة داليا مبارك بإطلالة شعر مزجت بين التميز والبساطة. شغلنا الفوغ عربية مع داليا مبارك، داليا مبارك من السعودية، قديش صارت ترند، فكان هالقد تصوير قعدنا وحكينا، كان بدون الشعر تقريبا رايح شوي للويت لوك، عملنا ويت لوك وجانا عملنا بن على الواطي، بس كان أكثر من رائع، أكثر من رائع، من أحلى التصويرات اللي عملتها. ومن إطلالات النجمات إلى موضة 2022، أكد ستيف إن البساطة هي الأساس. كل شيء سيمبل اليوم بالوقت الحالي موضة عليه، مش معقول. كل شيء سيمبل، تغيرت موضة الشعر بنسبة 99 درجة. والعروس كل ما عم تكون سيمبل وكل ما أقل شغل بشعرها، كل ما هي فعلاً عم تكون أحلى. أنا بالنسبة لي موضة العروس قد ما كانت تكون سيمبل.